السلام عليكم. عقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء، وكانت فيه مجموعة من القضايا التي نوقشت واتخذت فيها قرارات، أولها ما يتعلق بدعم المفوضية على الدوام. نحن نحضر هنا لدعم المفوضية. السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم أكد هذا الدعم حتى اليوم الأخير لعمر الحكومة. عمل الحكومة ماضا إلى يومها الأخير، ليس فقط في دعم الانتخابات وإجرائها وتعزيز الثقة بها والتهيئة الأجواء إليها والأمل والعمل على تحقيق هذا الأمل في مشاركات مليونية في الانتخابات لتغيير إيجابي في الواقع السياسي العراقي. اليوم المفوضية منحت حق الاستعانة بما تحتاج من أعداد مطلوبة من الموظفين العراقيين، خاصة المدرسين والمعلمين، في إجراء الانتخابات ليكونوا حاضرين وعاملين في مراكز التسجيل والاقتراع. هذا موضوع لا يمكن أن تنجز المفوضية أعمالها من دون دعم الحكومة في هذا الجانب، وحاجة المفوضية إلى الآلاف من موظفينا ليتواجدوا في هذه المراكز من أجل إنجاز الانتخابات. أيضا وجه السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتضمين قانون الموازنة للعام 2022 مبالغ مالية مستحقة ومطلوبة لإنجاز التعداد العام للسكان. هذا مشروع مهم ومؤجل منذ سنوات طويلة لأسباب أيضا عديدة. في العام الماضي موازنة 21 حينما عمل عليها وأقرت في هذا العام في 1/5، كان هناك الحكومة تعمل على إنجاز هذا التعداد وطلبت له مبالغ مالية، ولقلة التخصيصات التي رصدت في موازنة 21 لم تستطع هذه الحكومة من إجراء التعداد العام للسكان. والآن صار هناك توجيه بأن تضمن مبالغ كافية لهذا الموضوع في موازنة 22. بالنسبة للقرارات، كان هناك قرار يتعلق بوزارة الإسكان وبموضوع تحلية المياه في البصرة، وخاصة تحلية مياه البحر. للبصرة قصة طويلة مع المياه معروفة، تسبق حدث 2003 ولحكومات متعاقبة لم تحل مشكلة المياه وتوفيرها في البصرة، خاصة مياه الشرب. وأكرر للبصرة قصة مع العطش أيضا ومع الماء المالح. والآن يعني نحاول وتحاول وزارات عديدة أن تعمل على هذا الموضوع. اليوم جرى تخويل وزارة الإسكان التوقيع على مشروع تحلية مياه البحر في محافظة البصرة. هذا المشروع إنجازه سيتم بإشراف وبتخطيط من شركات عالمية متخصصة وبمبالغ مالية كبيرة لوضع حد لهذه الأزمة التي تضرب البصرة منذ سنوات طويلة، بل منذ عقود طويلة. إن شاء الله سيكون العمل على هذا المشروع جديا وترصد مبالغ كبيرة له، والشركات الدولية والعالمية سميت لإنجاز هذا المشروع. وزارة النقل أيضا في مشروع السكك كان هناك إقرار لتوصية اللجنة المؤلفة في الوزارة نفسها، وزارة النقل، للتباحث مع شركة إيطالية لتقديم عرض فني وتجاري خاص بإعداد دراسة متكاملة لتطوير قطاع السكك الحديدية في العراق. يجري هذا الموضوع تحت ضغط الحاجة إلى السكك الحديدية التي تربط العراق، ويتزامن هذا المشروع مع إنشاء ميناء الفاو الكبير. إنشاء هذا الميناء
يقتضي من بين ما يقتضيه إنشاء هذه السكك الحديدية لإنجاز جدواه والعمل به. أخيرا كان هناك قرار بأن تدعم محافظة كربلاء في أيام الزيارة الأربعينية. تعلمون مقدار ما تحتاجه هذه المحافظة المقدسة من أموال في هذه المناسبة المهمة التي يتوافد فيها عشرات الآلاف من البشر دفعة واحدة على مدينة بمساحة محدودة. الخدمات وتهيئة الطرق والتنظيف وغير ذلك من أشياء مطلوبة لخدمة الزائرين تقتضي أموالا، واليوم مجلس الوزراء صوت على تخصيص 3 مليار دينار عراقي إلى محافظة كربلاء لتقديم خدمات للمواطنين في أثناء زيارة الأربعينية. استمعوا إلى أسئلتكم. السلام عليكم. وعليكم. محمد العيداني من شبكة الإعلام العراقي، القناة الإخبارية الفضائية. هناك موجة رابعة من المحتمل دخولها إلى البلاد، وكان هناك لقاء لدولة رئيس الوزراء السيد الكاظمي مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حول الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام، بالموافقة على دخول 40,000 زائر أجنبي عبر المطارات تحديدا. هل هناك زيادة في الأعداد مرتقبة يعني عبر المنافذ الحدودية، بما أن وزارة الصحة توفر كافة الإمكانات الصحية والعلاجية والوقائية للزائرين وهي زيارة مليونية؟ شكرا. لا، ليس هناك زيادة ولا يجب أن تكون هناك زيادة في ظل الموقف الوبائي في العراق والموقف الوبائي في الدول المجاورة ولا سيما جارة إيران، وهذا معلن ومعروف. توافد الزائرين يجب أن يخضع مسائل انضباطية من ناحية العدد ومن ناحية تفويج الزائرين وطريقة تيسيرهم، وبالتالي مديرية الإقامة منحت فقط 40,000 تأشيرة للزائرين للدخول. السلام عليكم. باسم الخزرجي من وكالة الحدث العراقية. بخصوص إزالة التجاوزات، هل لديكم الحلول البديلة لمواطن العراقي؟ بالتأكيد، يعني مجلس الوزراء عمل على كثير من القرارات التي تحاول أن توفر مساكن للناس وقطع أراضي، لعل آخرها ما أعلناه من تصويت مجلس الوزراء على مدينة الرفيل التي ستسكن 350,000 إنسان عراقي إن شاء الله، وهناك مجمعات سكنية كثيرة يجري العمل عليها في القطاع الخاص، وأيضا مجمع بسماية الذي اشتغلنا عليه وتقريبا شغلت جميع الوحدات السكنية فيه نظرا لما قامت به هذه الحكومة من تخفيض الدفعة الأولى للمواطنين وتخفيض نسبة الربح على القرض، وهذه الإجراءات سهلت التقديم على هذه الوحدات السكنية وشغلتها. إذن المشاريع الاستثمارية في الإسكان هي البديل عن بعض هذه التجاوزات التي عملت عليها الحكومة. الحكومة لم تعمل على كل التجاوزات، بالتأكيد هناك تجاوزات تسكن فيها كتل بشرية وعوائل عراقية ضخمة وكبيرة لا يمكن القيام بذلك، لكن في ظل ما أنجزناه حتى الآن من رفع التجاوزات بالتأكيد هناك حلول أخرى بديلة لما تم فعله من رفع هذه التجاوزات. السلام عليكم سيادة الوزير. سيف الدين إبراهيمي، قناة الحدث اليوم. يعني نلاحظ بعد انعقاد مؤتمر قمة دول الجوار حدثت هنالك اتفاقيات، ومن ضمنها اتفاقية فرنسا والعراق. هل خرج هذا المؤتمر بمواضيع ومشاريع تصب في الصالح العراقي؟ شكرا لك. أصلا المشاريع المبرمة مع دول الجوار التي جاءت إلى مؤتمر الشراكة والتعاون في بغداد هي مشاريع مختلفة الأطوار، فضلا عن أنها تختلف في موضوعها وتخصصاتها. مختلفة الأطوار، بعضها ينجز الآن وبعضها يتم الاتفاق عليه وبعضها يبرم اتفاق عليه
لكن على العموم دول الجوار التي حضرت لدينا معها مشاريع، إيران وتركيا والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن، في ظل اتفاقات سابقة. يعني هذا المؤتمر جمع هذه الدول في مؤتمر للشراكة والتعاون، واستؤنفت فيه أعمال ونقاشات على مشاريع سابقة كان العراق قد اتفق فيها مع هذه الدول، سواء في إطار المجلس التنسيقي العراقي السعودي على سبيل المثال، أو في إطار القمة الثلاثية مع المملكة الأردنية الهاشمية ومع جمهورية مصر العربية. السلام عليكم معالي الوزير. السلام. طبعا معالي الوزير، احنا على ابواب دخول الانتخابات، وهناك اكثر من 3 ملايين بطاقات ناخب لم توزع لحد الان، وهناك بعض التهديدات للمواطنين العراقيين بعدم الذهاب الى صناديق الاقتراع، فهل الحكومه العراقيه قادره على حمايه المواطنين، وهل هي تساعد المفوضيه في توزيع البطاقات المتبقيه؟ شكرا. أولا يجب أن نقر بأن الانتخاب إرادة حرة للمواطن العراقي. الحكومة لا تهيئ السبل لإجبار المواطنين، لكنها تعكس رؤية أن تغيير الواقع السياسي نحو الأفضل لا يتم في العراق الجديد إلا عبر صناديق الاقتراع. ليس هناك إمكانية لأي وسيلة أخرى في أن نحدث تغييرا في البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في هيكل الدولة، في عمل الوزارات، في المجتمع العراقي، إلا عبر هذا الطريق. إذا أدرك العراقيون أن هذا هو الطريق الوحيد لإنجاز شيء جديد، فعليهم الذهاب إلى صناديق الاقتراع. أما الناحية الأمنية، العراق بالتأكيد والحكومة تعمل على توفير بيئة انتخابية آمنة ونزيهة وعادلة، وقد خضنا انتخابات سابقة في ظل ظروف أصعب وأعقد، وفيها كان الإرهاب أشرس وأقوى. أما الآن فأعتقد أن الظروف أكثر ملائمة ومناسبة لإجراء الانتخابات. شكرا جزيلا.